الحقيقة حنمنح، كان المفروض 20 دقيقة، لكن الظاهر إنها حتتقلص إلى 15 دقيقة. حنضي الصالة 20 دقيقة بواقع دقيقتين لكل متحدث، وأتوقع إنه بما أن ضيوفنا ستكون تقديمهم إفادات عن أنفسهم وهكذا، فلن يكون هناك مداخلات يعني مثقفاتية وحركات زي دي، يعني حيكون الكلام كله أسئلة تقريبا. وأرجو ممن يوجه السؤال أن يوجهه للمتحدث، يعني يا ليلى أنت قلت كده أكلمينا عن كده وهذا، فكذا نسهل الأمر حتى يستطيع الضيوف أن يرودوا الأجزاء الأخرى من البرنامج المعد لليوم. قالت: ها أنا ذا أجيئكم بحكمة الأنوثة وأسرار البذار، أهندس الأطفال والفصول والمطر، وأقول لها أهلا بك حمد خميس بيننا، وهندسي لنا الرجال. الحقيقة يجب أن أقرأ هذا الجزء كذلك. قالت: بلا سبب تنهرنا الكتابة، تأمرنا الكتابة، تسوقنا إلى النعيم مرة ومرة إلى اللهب بلا سبب، مليكة الكتابة وصولجان السلطة، كل حروف فرطت وجميعها حاشيتي. هذه هي الكاتبة والشاعرة والصحفية حمدة خميس من الإمارات والبحرين كما تريد أن تقدم دائما، والسودان الآن أدوها الجنسية خلاص، معانا الوزارة هنا قاعدة أدوها الجنسية أفتكر. تفضلي. بالأمس قلت السلام عليكم كأعذب ما يقرئ الطيبون السلام، اليوم أقول سلام عليكم كأعذب ما يقرئ العاشقون السلام. يا سلام. الوقت ضيق، دقيقتين وهما يعني الدكتورة عائشة قرأت ما أردت أن أقوله. أنا لا أعرف كيف كتبت الشعر، كان في بدايات حياتي كنت أتصور أو أني راح أكون مؤلفة مسرحية، وكانت سيرورة يعني في دفاتر التعبير أو الإنشاء أو الموضوعات كانت دائما فيها حوارية، ولكن كيف تحولت إلى الشعر؟ ومع أني كتبت مسرحية بعنوان فوق رصيف الرفض، أخرجت في بغداد وفي دمشق، وكتبت وكانت قصائدي الأولى أو دواويني الأولى تحوي القصائد إلها صيغة حوارية دائما. ثم تحولت إلى الكتابة الشعرية بلا سبب، بلا سبب تأمرنا الكتابة، تنهرنا الكتابة، تسوقنا إلى النعيم مرة ومرة إلى اللهب بلا سبب. بعدها وجدت أن الكتابة مليكتي، مليكتي الكتابة وصولجان سلطتي، كل الحروف انفرطت وجمعها حاشيتي، حشد من الأفكار والمعاني توقظني من غفوتي، فلا أنام مطمئنة الشوك في وسادتي، قد أنسج الكلام في الأحلام، وحين يقظتي يضيع في الزحام، أتوه مرة عن غايتي، ومرة أنقش كالإزميل في ضراوة الرخام. وهكذا ما أعرف يعني أي أسئلة ممكن أنتم تريدون مني الإجابة عليها، أي استفسار. أنا من صعب الواحد أن يسرد التاريخ الذي شرد. الحقيقة أنا أتوقع يعني أكثر من هذا، الدقيقتين دي أنا منحتها للصالة، ولكن
لك ربع ساعة 15 دقيقة. نعلم أن الدكتورة كانت بالأمس متعبة قليلا وارتاحت نهاية اليوم، فممكن نتركك ونرجع إليك مرة أخرى إذا أردت. إيش رأيك؟ أكمل شوية يعني إذا في ليس في ذاكرتي بالضبط ماذا أريد أن أقول يعني بالتحديدا عن التجربة الشعرية أو تجربتي في الكتابة، ولكن ربما كان الدافع أو البذرة الأولى كان لجدي الله يرحمه، كان يجلسني بقربة وهو يدخن شيشة فيقول لي دائما، يحكي لي قصص الأوليين ويجيب لي أشعار قديمة، ولكن قبل الكلام يقول لي إن استمعي للمغنى لكن انتبهي للمعنى. وظل البحث عن المعنى هو العذاب الأزلي. وهكذا ظليت في طول حياتي بين دفتي كتاب إلى اليوم للأسف. الكتب تحيط بنا من كل مكان، وكانت الكتب في ذلك الزمن مترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والروسية، من مصر، تصدر من مصر ومن لبنان، كان هو القمة لهاي التراجم، وبالتالي تثقفنا على ثقافة الغرب المترجمة إلينا أكثر مما تثقفنا على ثقافة الشرق. طبعا هناك الكتب التراث، ولكن كتب التراث لم تكن هي القائد يعني للمسيرة، خاصة أن في ذلك الزمن كانت المفاهيم والأفكار والصور الشعرية والثقافية تحكي زمنها، الجمل والسيف، ويعني تحكي زمنها. وأنا دائما أقول أن لكل زمن لغته وصورة الفنية والشعرية ومسارة، لا يمكن أن نطبق الماضي على الحاضر. وبالتالي هكذا قرأت، طبعا قرأت المرحوم الطيب صالح، وقرأت فيما بعد، أعتقد كلكم تحبون القراءة، ها هذه علة ترى، أي والله علة. صرنا بس من نشوف كتب زوغ عيننا هيك في أي مكان، من نشوف كتاب نروح مثلا السوبر ماركت أو غيره، ناس تطالع الملابس أو تطالع وإحنا عيوننا تدور الكتب وتطالعها، شو هالبلوى هذه؟ هو بلوى. ما أعرف يعني بالتسلسل شو التاريخ صعب الإنسان. كلمة إلى كتاب الرواية، أو أنا أقول دائما حياة كل فرد منا رواية أو روايات حتى، فكل واحد يستطيع أن يكتب حياته، ليس بالضرورة ما يقال إنه يعني السيرة الذاتية، نسميها السيرة الذاتية. حياتنا كلها، كل إنسان فرد منا هو رواية، ورواية يعني ممتدة. فكل إنسان منكم أيها الحضور الكريم يستطيع أن يكون راويا وكاتبا طبعا كل متعلم يستطيع أن يكون كاتبا. أنا لاحظت في بعض الأصدقاء يعني قريبين مني يحبوا القراءة لكنهم يتحفظوا تجاه الكتابة. ليش؟ والله إحنا نخاف يعني ما ندري إيش بيقولون الآخرين. فأنا قلت حياتنا ليست لنا، ليست لأحلام لننسجها ولا لإبداع لينسجنا، فأي معنى للحياة إذا كنا نعيش بغيرنا؟
شكرا لكم وواصل الجمعة استقرار. شكرا جزيلا للشاعرة والكاتبة والصحفية حمدة خميس، والحقيقة لها كتب كثيرة جدا ولها، ولكن عافيناها لأنها قالت تعبانة شوية ظهرها، نقل لها تعويذة بعدين وشرك مقسم كما نقول على الدقشم في السودان، مما يعني إننا جميعا نحمل عنك هذا الألم حتى تسافري أنت والأستاذ حسن طلب تسافروا إلى أهلكم بالسلامة إن شاء الله. الحقيقة أعطتنا جواز جميل جدا الشاعرة حمدة في أنه نستطيع أن نكتب جميعا، وجعلت حاجز الحاجز عن الكتابة هو الخوف. معليش أنا ما عندي تكنولوجي لكن دينا بنتعلم يعني. فتقول الأستاذة والكاتبة حمدة، ها أنا ما براي ديل الناس الجايين من الإمارات ومن إنه الحاجز هو الخوف، وفعلا أنا أتفق معها، ولكني كشخص مختص بالكتابة أعتقد إن الفرق كبير جدا بين أن نقول أن نحكي وأن نكتب، فدي نخليها لها لبعدين تشرح لنا، لأنه ربما نصير كتابا وشعراء كلنا بعد العمر يعني. الآن ألف تحية و ألف سلامة للأخ الشاعر والكاتب والصحفي والمعلم حسن طلب. الحقيقة هو جاءنا رغم أنه كما سمعتم بالأمس وهو مريض، فنسأل الله له الشفاء. الكاتب له عدة كتب واجتهادات، وأشرف على عدد مهول من الرسائل الجامعية وفي الماجستير وفي الدكتوراه وهكذا، ونتوقع منه الكثير عن تجربته عن الكتابة والكتب التي نشرها ونشرت له، وحتى تجربته عن الحضور هنا إلى السودان الآن. فأهلا وسهلا ومرحبا بحسن طلب، ولا طلب ولا نقول كيف. لا هي قولي عبد المطلب. يا عبد المطلب الحمد لله كده سهلة. تفضل سيدي. أسعد الله صباحكم أيتها الإخوة الأخوات، وأسعد الله صباحكم أيها الإخوة. أيوة. في حقيقة الأمر يعني يقف اللسان عاجزا عن وصف سعادتي بحضوري هنا بينكم، وقد أسلج صدري أن أجد هذا الحضور الكريم في كل مناسبة وفي كل فعاليات هذا المهرجان الحافل الذي ضم يعني أعضاء من جميع البلدان العربية، من سائر البلدان العربية إلى أشقائهم هنا في السودان. وفي حقيقة الأمر أسلج صدري أيضا على المستوى الشخصي أنني وجدت يعني كثيرا من مثقفي السودان يذكرونني بين حين وآخر بين في الراحة ما بين الفقرات بقصائد كنت قد كتبتها في الثمانينيات منذ أكثر من 30 عاما تحت عنوان بنفسج والزبرجد، وكان ينشرها رجاء النقاش رحمه الله في مجلة الدوحة. وهذا هذه يعني الحاسة المنتمية من بين فنون الإبداع كلها إلى الشعر بالدرجة الأولى عز أن يجدها المرء إلا هنا في السودان في حقيقة الأمر. وأنا أنا أتحدث يعني عن تجربة، أنا زرت يعني البلدان العربية كلها ولكن لم أجد هذا الاهتمام وهذا الحضور الكثيف وهذا الحضور المصغي المنتبه المشتاق إلى المزيد المتزوق لكل جمال يتجسد في الكلمة إلا هنا في السودان. وربما خيالتني لأول مرة تجارب في خارج الدول العربية وبالذات في أمريكا الجنوبية. يعني أذكر أنني كنت في مهرجان في كولومبيا في مدينة ميديين وهو مهرجان ضخم، فكانت يعني بعض فعاليات المهرجان إلقاء القصائد في تقام في استاد كرة قدم، وكان الاستاد يمتلئ عن آخره،
وشعراء من جميع أنحاء العالم. وأنا أظن أنكم لو فعلتم هذا وأقمتم هذا اللقاء في الاستاد لم تلع أيضا عن آخرة، لأن هذا الجمهور لا يعني هذا على المستوى الشخصي، وإنما ليس في تجربتي الشخصية الحياتية والفنية ما تتفرد به عن تجارب الآخرين من زملائي الذين أدركتهم حرفة الأدب. أنا نشأت في بيئة في جنوب مصر في محافظة سوهاج في بلدة مدينة اسمها طحطة، طبعا معروفة بسبب رفاعة الطحطاوي، وظللت بها إلى الثانوية العامة. وطبعا هذه البيئة المحافظة في صعيد مصر بالذات كان لابد أن يعني توجه الكتابة الشعرية الأولى إلى عصر إلى فترة الدراسة الثانوية توجهها وجهة الشعر المحافظ أو الشعر العمودي التقليدي. فبدأت على هذا الغرار يعني أكتب الشعر العمودي إلى أن انتقلت إلى جامعة القاهرة، وابتدأت طبعا أحتك بالندوات والبيئة الثقافية في القاهرة، فانتقلت إلى شعر التفعيلة، وجدت يعني مياه جديدة في النهر عبر العقود، فظهرت قصيدة النسر وانتشرت وسادت. ولكن أنا في حقيقة الأمر وجدت أن شعر التفعيلة لا يزال يتضمن أنساقا إيقاعية لم تستغل بعد. يعني الرواد بذلوا مجهودهم في أنهم خرجوا من وحدة البيت إلى التفعيلة، ولكن هناك أنساق مختلفة من التفعيلة، كما أن هناك أنساق من الكلمات من ممكن أن تصاغ من أبجدية معينة، ولكنها لا يمكن أن تستنفد في كتابة واحدة، يظل كل جيل قادرا على أن يضيف إليها وأن يغنيها وأن يثريها بما يبدعه وبما يضيفه إليها. إيماني بأن هذا الإيقاع ضروري في الشعر، وبأن الإيقاع التفعيلي لا زال يعني لم تكتشف كل إمكاناته بعد، هو الذي جعلني يعني أوجه تجربتي في هذا المسار. والدرس الذي ربما يعني أستخلصه من رحلة أكثر من 40 عاما أو يعني 45 عاما هو فكرة العلاقة بالتراث. وفكرة العلاقة بالتراث في البداية جعلتني أنظر إلى من سبقوني في هذا المضمار، وخاصة من الشعراء الكبار، بدءا من البارودي. وأنتم تعلمون أن البارودي قد ذهب إلى التراث فعاد بمختاراته التي وقفت عند العصر العباسي الثاني. وأيضا بعد يعني ذلك نذكر مختارات أدونيس طبعا، والتي بناها على أساس غير الذي بناه عليها البارودي. بارودي يعني فكرة العصر الذي ازدهر فيه الشعر، إنما أدونيس فكرة النظرة الفنية الجمالية التي ربما تجتزئ من قصيدة كاملة، تجتزئ منها بيتا أو مقطعا صغيرا، قد يكون مفيدا أحيانا وقد يخل بالقصيدة أحيانا أخرى. فالذي وقر في ذهني من ذلك كله أن الإنسان عليه أن لا يعتمد على اكتشافات الآخرين لتراثه، وإنما عليه أن يذهب هو وأن يقوم هو برحلته الخاصة. وقد يعني أذكر هنا يعني جملة تلخص هذا الموقف كله للناقد الكبير الراحل شكري عياد رحمه الله، كان يعني يقول دائما أن على المرء أن يذهب يعود إلى التراث، يعني يذهب في رحلة إلى التراث بشرط أن تكون تذكرة العودة في جيبه، حتى لا يظل هناك إلى الأبد وينسى نفسه يعني يظل محاكيا للتراث. فيعني كل هذا وضعته في اعتباري، وأنا أحاول أن أقرأ التراث بنفسي لا اعتمادا على البارودي ولا على أدونيس ولا على أي أحد غيرهما. هذه الرحلة كانت ضرورية لكي يستطيع الإنسان أن يكتب شيئا هو امتداد لعمر هذه اللغة، دون أن يكون يعني مجرد تكرار لما أبدعه الآخرين. طبعا هذه أمنية، وهناك فرق دائما بين الأمنية وبين ما يتحقق، وأنا أظن أن ما تحقق بالنسبة لي يعني أقل بكثير مما كنت أريد ومما كنت أود.
لكن على كل حال الذي رأيته في هذه الرحلة التي يعني أمضيت فيها يمكن عقودا هو أن الشعر الحقيقي هو الذي يكون فيه الشاعر سيدا لنفسه، سيدا لنفسه في مواجهة اللغة، بمعنى أن الشعر الذي يكون خاضعا لسلطة سواء كانت هذه السلطة سياسية أو دينية أو أي سلطة أو قبلية لا يستطيع أن يقدم الكثير، لا يستطيع أن يقدم ما يبقى، وإنما لا بد أن يكون خاضعا لمنطق هذا الإبداع نفسه من داخل هذه اللغة في ذاتها. ما الذي يمكن أن يضيفه إليها؟ ولذلك بقي لنا من الشعر هؤلاء الشعراء العظام الذين واجهوا عصرهم وواجهوا كل أنواع السلطة في عصرهم بهذا التحدي الكبير. نظرت مثلا إلى السلطة الدينية، رجال الدين وعلاقتهم بالشعر. رجال الدين في البداية أرادوا للشاعر، ومنذ صدر الإسلام أرادوا للشاعر أن يكون مترجما للعقيدة أو مدافعا عنها، ووجدوا في حسان بن ثابت أنه يعني شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا على الشعراء التالين أن يسلكوا نفس المسلك. ولكن هل تحقق ذلك؟ في حقيقة الأمر لو قرأنا هذا الشعر حتى في صدر الإسلام لوجدنا أن الشعراء الحقيقيين هم الذين لم يخضعوا لهذا التوجيه. لماذا؟ لأن الشاعر قد يستطيع أن يكتب قصيدة يدافع فيها عن ما يعتقده عن الإسلام، ولكن بشرط أن تكون هذه القصيدة نابعة من ذاته هو. المشكلة هنا في أن الإملاء وأن الخضوع لا يجدي إلا في إنتاج شعر ركيك، شعر أفكار، شعر لا يمس القلوب ولا يمس الوجدان ولا يعني يفعل شيئا باقيا على صعيد الجماليات اللغة. هذا يعني لكي يكون المثال محددا. وقفت مثلا عند شعراء صدر الإسلام بالذات المدرسة العذرية، ونلاحظ هنا أن رجل الدين أو الفقيه المغلق الذي يريد للشعر أن يوجه يعني ينظر إلى الشعر على أنه خادم في ساحة الدين. طيب العكس هو الذي صنعه الشاعر الحر، الشاعر الحقيقي، الشاعر العذري، وأنا لا أقصد مثلا قيس فقط ولكن غيره من العذريين، عبد الله بن الدوينة وجميل بوسينة والضاح اليمني، عن كل المدرسة العذرية هذه. قيس بدلا من أن يوظف شعره لصالح التجربة الدينية صنع العكس، وظف مفردات التجربة الدينية لصالح تجربته هو. كيف؟ أنتم تعلمون جيدا وأنتم يعني قارئوا شعر متزواقة كلكم تعلمون أنه كان يقول لليلى: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائية، أصلي فما أدري إذا جاء ذكرها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. هذا شاعر أراد أن يصنع العكس، أراد أن يقول أن الشعر هو الذي يستدعي التجربة الدينية لكي يعضد بها تجربته الوجدانية، فجاءت تجربة قوية جدا اختلط فيها الدين بالجمال، واختلط فيها المقدس بالجمال الحسي والعيني، فأصبحت تجربة فريدة في ذاتها قادرة على أن تهزنا حتى هذه اللحظة. ومصدر هذا الشعور هو حرية الشاعر في أن يكون سيد نفسه في مواجهة لغته، لا سيد له إلا اللغة نفسها، يعني يصارعها وتصارعه ويستطيع أن يستنبط منها ما يشاء من إيقاعات وما يشاء من أنسقة جمالية. أيضا حتى بعد هذه المدرسة العذرية، وانظروا مثلا إلى تجربة شاعر كبير مثل الفرزدق، وأنتم تعلمون أنه رأى أنه لا يستطيع أن يبدع بدون أن يتمثل لغة القرآن الكريم التي تجلت فيها يعني إشراقة العربية كأبهى ما تكون. طبعا هذا النص يعني هذه اللغة، فوجد أنه لابد أولا أن يحفظ القرآن الكريم، فربط ساقه إلى وتد خيمة
وظل يعني يحفظ القرآن ليل نهار إلى أن أتم له الحفظ. هذا الشاعر نفسه هو الذي كان يجلس في الجامع فإذا انقضت الصلاة ذهب كل إلى الحلقة التي يريدها، هناك الأصمعي وهناك أبو عمرو بن علاء وهناك اللغوي والراوية والفقيه والمحدث، فكان هو يذهب طبعا إلى رواة الشعر. فلما سمع راوية الشعر ينشد للبيد بن ربيعة وجلس سيولة عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها سجد فرد. فأحد الجالسين في حلقة الفكر لكزه، يعني عايز ينبهه أنت في المسجد فلا تسجد لغير الله، فقال له اسكت، هذا موضع سجدة في الشعر، أعرفه هذا موضع سجدة في الشعر، أعرفه كما تعرف أنت مواضع السجدة في القرآن. وده ممكن يصدمنا في البداية الكلام ده، لكن مش هيصدمنا لو تعملناه، ما احنا بنسمع ساعات في ملعب كرة حتى ونشوف لعيب جاب جون ونقول الله الله، ما هي نفس الفكرة، ايه جاب الله لملعب الكرة، لكن هي الفكرة هي كده، هي الفكرة كده، يعني احنا ما يصحش نستغرب او لا يصح ان نرمي هذا الشعر بالتجديف، لا احنا نفسنا بنعمل كده. حتى فكرة العبادة بنقول هذا معبودة الجماهير، انا احبك حتى العبادة، حتى هذا نفعله نحن ونفعله بتلقائية بإنسانية مطلقة بدون، لكن إذا تدخل من يريد أن يحول، إذا تدخل من يريد أن يحول بيننا وبين إنسانيتنا أفسد الأمر كله، هي دي المشكلة. فهذه التجربة أنا وعيتها في البداية فعلا، ووجدت أن الشاعر عليه أن يكون سيد نفسه، سيد نفسه في مواجهة أي سلطة لكي ينتج شعرا حقيقيا، وعليه أن يدفع الثمن، عليه أن يكون مستعدا لكي يدفع الثمن أيضا، لأن أن تكون حرا هذا ليس يعني مجرد كلمة تقال أو لفظة تنطق، هذا ثمن يدفع، قد تتعرض لكل أنواع التعذيب والتنكيل، وقد تحاصر وقد تمنع من النشر، ولكن لابد أن تكون عارفا ومقدرا أن هذا هو قدرك وأن هذا هو مصيرك وأن هذه هي رسالتك. فإذا هذا الدرس الذي يعني خرجت به من التراث جعلني أتوقف عند هؤلاء الشعراء الأحرار الكبار الذين يعني شقوا لنا طريقا ورادوها، وعلينا نحن أن نحمل الراية أيضا، هم فعلوا ما يستطيعون في عصرهم وبالنسبة إلى أجيالهم، ونحن مطالبون أيضا أن نحمل هذه الرسالة، مطالبون أن نقف عند هؤلاء الشعراء الذين واجهوا عصرهم ولم يتحرجوا ولم يخافوا وكانوا مستعدين لأن يطاردوا وأن يلعنوا إلى آخر هذه القصة، القصص التي تعرفونها في التراث، مطالبين أن نقف عند العزريين وعند عند أبي العلاء المعري مثلا، عند أبي العلاء المعري هذا الشاعر الذي أظن أنه لم يأخذ حقه بيننا حتى حتى هذه اللحظة. لماذا؟ طه حسين عندما ترجم عبد الرحمن عزام في الأربعينيات شعر محمد إقبال ذهب إلى طه حسين لكي يكتب له مقدمة لهذه الترجمة، ترجمة شعر إقبال، فطه حسين قال وهذه الأشعار هي ثاني الأشعار المتفلسفة في تراثنا العربي كله، من هو الأول؟ المعري، وبينهما ما يزيد عن 10 قرون. الدرس ده الأخير هو علاقة الشعر بالفلسفة، هو الدرس الذي أيضا لأنني أنا دارس الفلسفة وتخرجت في قسم الفلسفة، وأنا حاليا أدرس فلسفة الجمال وفلسفة الدين في جامعة حلوان، فكيف أكون شاعرا وأكون أيضا قادرا على أن أستمر في رسالتي، أو بمعنى أصح كيف أكون خادم سيدين. هذه المشكلة عرقتني ولكن وجدت حلها عند المعري، بل عند شعراء العالم الكبار الذين لا يخلو شعرهم من عمق فلسفي ويحاول أن يغوص وراء المعاني لكي يقتنص الحقيقة، وهيهات أن تقتنص الحقيقة، ولكن إذا ظفرنا بضوء أو بلمحة منها فنحن الفائزون. كيف يمكن أن أعالج هذا الأمر اللي هو التعارض بين الشعر والفلسفة؟ أنا وجدت أن هناك يعني لقاء بين هذين الفرعين المعرفيين أو هذين الفنين، لأن الفلسفة تعد فنا عند البعض وتعد أدبا أيضا.
وجدت أن هناك يعني برزخ يلتقيان فيه، فعلي أن أجتهد لكي أصل إلى هذا البرزخ. فلا أكتب شعرا يكون مجرد قوالب فلسفية جامدة لا حياة ولا جمال لغوي فيها، ويكون مجرد تجارب ذهنية، ولا أيضا أكتب شعرا عاطفيا رومانتيكيا تقرأه من هنا ثم تنساه بعد ذلك، أو تقرأه وأنت مستعد للنوم ثم يعني لا يعلق بذهنك شيء منه، كما يكتب الكثيرون يكتبون هذا الشعر الذي يستهلك. وأنا لا أريد أن أفعل ذلك، ولا أريد أن أكون خادم سيدين أيضا، أريد أن أكون خادما لما أستطيع أنا أيضا أن أخدمه. ووجدت أن الشعر لا يمكن أن يكون إلا في الدرجة الأولى، إذا أخرنا الشعر إلى المرتبة الثانية وجعلنا سيدا آخر فسيهرب الشعر لا محالة. ولذلك يعني حاولت بقدر الإمكان أن أكون مخلصا للشعر، وأن تزوب الفلسفة في الشعر ويزوب الشعر في الفلسفة. وكان رأيي في ذلك في تراثنا العربي هو المعري الذي تعلموه، يعني تعرفون كيف جاهد في اللزوميات وابتعد عن كل أنواع النفاق من رساء وهجاء ومديح وإخوانيات. ديوان بكامله هو الوحيد من نوعه في التراث الذي لا يعالج إلا قضايا المصير والإنسان والعقل والدين، أخلص لهذه التجربة. وأنتم تعرفون أيضا نماذج منها، تعرفون كيف قال مثلا: أيها الغر قد رزقت بعقل فاسألنه كل عقل نبي. هذا الرجل اللي عاش هذه التجربة كان يعني رائدا، وكنت له تلميذا، ويعني لا أزال تلميذا، وأظن أن العمر ينقضي، عمر أي منا ينقضي وهو في مرحلة التلمذة. أشكركم وأرجو أن أكون قد أطلت. شاعر وفيلسوف ومحترف، لأنه وقف عند الوقت كذلك، فكانت محاضرة ضافية الحقيقة. كنت خايف منك. والله أنا سعيدة جدا أني كمان أخيف الرجال. أنا أعطيته من وقتي. أيوة. شكرا لك، شكرا. الحقيقة كانت محاضرة ضافية جدا، ما كان عندنا مانع نستمع لسه للمزيد منها. والأستاذ مشهور كمعلم للفلسفة، وهو محاضر مرموق في مادة الفلسفة، ففتح لنا هي ليست ثغرات ولكن شبابيك نوافذ كثيرة جدا للشعراء وللمفكرين وللكتاب، ومن أهمها ربما العودة إلى التراث.